انا غالبا كده اخترت اسوأ وقت لزيارة اجمل مدينة في جورجيا كلها. احنا دلوقتي موجودين في مدينة باتومي. السلام عليك يا بيس. والقهوة البحر الاسود واجواء الشواطئ وهكذا، وعندنا هنا بقى المباني والاماكن الجميله والبحيرات والشجر والخضره وطبيعه خرافيه جدا في كل المدينه وكمان بره المدينه. ولكن للاسف الوقت مش مناسب لان الدنيا مطر شديد من امبارح. انا وصلت امبارح بالليل والدنيا مطر، وبكره مطر وبعد مطر، وهقول لكم ايه انسب وقت تزوروا فيه باتومي عشان ما تقعوش في نفس الغلطه اللي انا وقعت فيها. وكمان هنستكشف المدينه كلها. يلا بينا نبدا الفيديو الرايق بتاعنا ونعيش اليوم الجميل بتاعنا. تنساش اللايك الجميل، الكومنت الرايق، وعايزين نوصل الفيديو ده لكام؟ 20000 لايك. يلا بينا. طبعا يا جماعه دلوقتي احنا ماشيين في اكتر مكان سياحي هو البوليفارد ده، الشاطئ كله. عندك هنا البحر الاسود، طبعا في ناس بتيجي هنا تعوم، ولكن انا ما بحبش البحر الاسود كمكان اللي انت تسبح فيه اطلاقا، مش احسن بحر. والشواطئ كمان صخريه زلط مش رمليه، ولكن هو جميل ان انت تيجي تستجم وتستمتع بالاجواء. من الحاجات بقى اللي هتلاحظها اول ما تيجي باتومي ان انت هتبدا تشوف مباني يعني جديده وضخمه طويلة عالية، شغل كده ايه دبي على صغير. الشكل ده مش هتشوفه الا في باتومي فقط. في جورجيا كلها المباني بسيطة جدا وصغيرة جدا وقديمة، ولكن هنا في شوية مباني جديدة كده وحوارات. مصدر الدخل هنا بيعتمد على حاجتين اتنين، هما السياحة والقمار او الجامبلينج، لان هنا بيسموها لاس فيجاس اوروبا، لان هنا في كازونهات كتير وقمار وحاجات زي كده، فمعتمدين على الموضوع ده كمصدر دخل، زائد طبعا السياحه لانها مدينه سياحيه جدا. تركيا هنا قريبه جدا مننا، الحدود التركيه على بعد 25 كيلو من المكان اللي انا فيه ده. صخر زلط زلط، وفي ناس بقى بتنزل تقوم. بص بقى يا جماعه، وانت بتتمشى في مدينه باتومي من الحاجات المهمه جدا هتلاحظها في المدينه ان كل زاويه في المدينه فيها خضره. كل زاوية هنا فيها حدائق، حقيقي كل زاوية حدائق كتيرة جدا جدا جدا، بالرغم ان دي مدينة كبيرة، دي تاني أكبر مدينة في جورجيا بعد تبليسي، يعني يعتبر مدينة ضخمة. الأجواء جميلة جدا، ناس بتمشى، ناس قاعدين، جو أسري عائلي. دي يا جماعة أنواع الطيور الموجودة، وفي كمان سلحفة، وبيقول لك بقى ده جاي منين، يعني من العالم. اجواء رايقه قوي قوي قوي. بحب المدن الرايقه اللي انت تدخل مكان زي ده، لا بتدفع فلوس ولا بتعمل اي حاجه، مجرد بس تدخل تتمشى كده تحت بيتك او جنب بيتك، تشم هوا، تقعد مع اصحابك مع اسرتك من غير ما تدفع ولا دولار واحد. بصوا يا جماعه الاجواء يا جماعه الجميله، بصوا 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 النافوره الرايقه الهاديه. تعالوا كمان نسأل عن الموضوع ده، اعتقد ده بفلوس يعني مش مجانا. اوبا 20 لاري فور 1 اور 12 1 2 الساعة هنا 12 لاري اللي هو ولا أي شيء تقريبا 4 دولار 5 دولار ساعة كاملة. هنا تلعب البينج بونج، تستمتع بالأجواء الحلوة. بصوا يا جماعه ده جزء من الحديقه، تحس نفسك في غابه. طبعا الشجر ده ما اعتقدش هنا موطنه الاصلي اصلا، ولكن هم جايبينه هنا برضو موجود. الخرزان اللي ورانا ده جايين من الصين عام 1881. يلا بينا نطلع من البارك ده ونشوف هنروح فين تاني. كلنا لقمه كده ولا حاجه نتغدى ونظبط الدنيا، ولسه يومنا طويل واستكشافاتنا طويله. ما تنساش بقى وانت بتتفرج كده تنزل تديني لايك لو لسه ما اديتنيش اللايك، والكومنت الجميل، وتابع معايا الفيديو لحد الاخر عشان ايه الروقان يبقى فل ماكسيموم. جينا بقى دلوقتي يا جماعه عند ساحل ايفيريا.
تمام. المنطقه دي كلها اسمها ايفيريا. هيطلع دلوقتي كده عند مكان بتاع علي ومينينو. انسب وقت لزياره باتوم يا جماعه من تقريبا 10/7 او من اول 7 لاول 8، يعني شهر 7 ده على بعضه كده ايه شهر جامد جدا تزور فيه المدينه دي. تبقى الاجواء مناسبه جدا، كل البلاجات دي تكون مليانه على الاخر. لكن بصراحه سر ما بيني وما بينكم يعني انا ما بحبش الزحمه. ده يا جماعه برج الحروف من الاماكن المشهوره جدا هنا في باتومي. طبعا هو الحروف لانه مكتوب عليه الابجديه الجورجيه. وهنطلع باذن الله نشرب قهوتنا فوق ونشوف باتومي كلها من فوق. ودي الاجواء تحت، الناس بتمشى، فالاجواء جميله جدا. تذكرة يا جماعة برج الحروف 20 للفرد. يس وندرفول سوري تور ثانك يو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الأجواء الجميلة هنا يا جماعة. طبعا الدور ده بانوراميك بار، يعني قاعدة قهوتك الديزرت بتاعك ومنظر بانورامي بقى تشوف كل باتومي. عندك الجزء ده كله البحر، الجزء ده كله البحر، الجانب بتاع البحر، والجانب الثاني طبعا هو الجانب بتاع المدينه. تعال ناخد لفه كده فيه واوريكم الدنيا ماشيه ازاي. شايفين؟ بس هنا الجزء بتاع البحر وهنا الجزء بتاع المدينه. باتومي رائعه الجمال. ده الاولد سيتي او المدينه القديمه، الجزء القديم. وهناك المكان اللي احنا جايين منه هو الجزء الحديث اللي فيه المباني العاليه والابراج العاليه، وده الجزء القديم اللي هو شويه التقليدي او التراثي بتاعهم. يعني برده من الحاجات الجميله جدا في جورجيا عموما مش متوفي بس الاسعار، الاسعار هنا كويسه جدا. يعني مثلا طلعت البرج دي ب 20 ليري 7 دولار. هنقعد هنا ان شاء الله. بصوا يا جماعه احنا جينا من هناك جدا، ودي كانت تمشيتنا، ودي الحديقه اللي صورت لكم فيها من شويه. تمام، كل دي وده كله البوليفارد او الشاطئ او الكورنيش، يعني الناس بتمشي تحت اهي. طبعا ده انتوا عارفين في الاماكن السياحيه او الاماكن الفخمه شويه بيكون اسعار عاده غاليه، احنا متعودين على كده صح؟ احنا دلوقتي قاعدين في مكان يعني سياحي خرافي جدا والاجواء جامده، شايفين المدينه كلها من فوق. والقهوه هنا سعرها زي تحت بالظبط، القهوه دي ب 7 ليري يعني 3 دولار تقريبا، نفس السعر تحت مفيش اي فرق. فجو اللي انت المكان السياحي الجميل والاسعار 10 اضعاف وكده مش موجود هنا، فدي حاجه جميله جدا يعني. استمتع بقى بالقهوه بتاعتنا على الفيو خرافي. خلصنا قعدتنا وقهوتنا الجميله في برج الحروف هنا في باتومي. ولكن يا جماعه نزلنا من هنا، الشمس طالعه من هنا والجو حر، قلعت القميص طبعا. فهنا بقى طول ما انت ماشي في الاوقات اللي زي دي من السنه، شتاء شمسيه في جيبك على طول، هوب اقلع يا معلم، ده الجو بقى حر نار والشمس طلعت، يعني حوار متعب 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 يا جماعه. وعليكم السلام. الحمد لله. فريند باراشوت فلاي هاو ماتش؟ باراشوت شخص واخد 150. انت فين اتعلمت عربي؟ I work. You work people. Yeah, أو سعودي عربي. 150. والله. والله. تعال شوف my manager captain speak. الأجواء رائعة يا جماعة، والشمس سبحان الله تطلع الدنيا بتحلو. عاش يا وحش، عاش عاش عاش. إيه. ده واحد من اهم التماثيل هنا في باتومي في جورجيا، وكمان مشهور جدا في اذربيجان، لان القصه بتاعت الاثنين دول ايه بقى؟ ده اسمه علي ودي اسمها نينو. علي هو راجل ارستقراطي اذربيجاني مسلم شيعي، ونينو هي اميره جورجيه. المهم الاثنين حبوا بعض، لانه هو علي اتعلم في مدرسه روسيه ونينو كانت هناك، فهم الاثنين حبوا بعض. وطبعا انتوا عارفين بقى قصه الحب بقى بتاعت ايه؟ قيس وليلى وروميو وجولييت. راجل مسلم والبنت مسيحيه، وفي طبعا بقى ايه بدات القصه والدراما لما عرض الزواج عليها واهلها رفضوا، والحكايه والروايه والكاني والماني. هكتب لكم القصه بتاعتهم مكتوبه تحت في التعليقات عشان تقروا القصه كلها. 2010 اتبنى التمثال ده هنا، وبيفضلوا يلفوا كده بالشكل ده ويتقابلوا كل 8 دقايق. هيمر من يعني هما الاثنين هيمروا من بعض تمثالين من غير ما يلمسوا بعض، لان هما زي ما انتم شايفين كده متفرغين. Я не боюсь, чем вас от этого не загадала.
قصة حب علي ونينو، قيس وليلى، روميو وجولييت، وكل قصص الحب اللي هي ما كملتش دي، والله اعلم لو كانت كملت وكانوا اتجوزوا وخلفوا ودخلوا الحياه دي كان هيبقى في حوارات ومشاكل ومش عارف احنا كانوا يتطلقوا، لكن طول ما هم بيحبوا بعض كده من بعيد لبعيد فالدنيا تبقى ماشيه ايه لطيفه وجميله. ورا بقى التنشال يا جماعه، هو ده يعني اشهر مكان على البحر هنا في باتومي. الميدان ده اسمه علي ونينو. عندك هنا الجبال والجزء بتاع القرى اللي هي خارج باتومي، وهنا المدينه القديمه وهنا المدينه الجديده. عندك هنا كل الانشطه البحريه، اليخت براجلايدنج ولا بيسموه ايه، والباراشوت والكلام من ده. كمان عندنا هنا موضوع السيارات البحريه دي بالشكل ده اللي انتوا شايفين كده، دي برضه من ضمن الانشطه اللي ممكن تعملها هنا في المدينه. هو ايه حبيبي كام ساعه؟ ليتر ان شاء الله. المهم يا جماعه يعني هنا ممكن تعمل انشطه البحريه. باتومي كانت لفتره طويله من الزمان ارض تركيه، هنا هتلاقي المطاعم التركية، هنا هتلاقي المسجد هنا التركي، الأكل هنا حلال متوفر بشكل كبير جدا يعني أكتر من أي مدينة تانية في جورجيا. $5 لاري فور يو، اتس اوكي. جبنا يا جماعة البطيخ الرايق ده، البتاع ده بخمسة، خمسة لاري، حاجة فريش كده وأنت ماشي على الكورنيش. شايفين منتشرين في كل حتة العصير والفاكهة. بسم الله. لذيذ. جورجيا اللي هي اشهر حاجه فيها النبيذ او الفينو او الواين او الخمره ان كان بتباع في الشارع كده كانك ازازه ميه. بصوا وجبت يا جماعه السوفونيرز دي من هنا، باتومي وعلي ونينو. تشورتشيلا واتمنى يا جماعه تكونوا مستمتعين معانا بالجوله الخرافيه دي. يعني ما حدش هيوريكم التفاصيل دي في باتومي لان احنا دلوقتي بنتعمق في قلب المدينه وبنصور كل التفاصيل وكل حاجه حرفيا، ولسه مكملين. فلو ما عطيتنيش لايك لحد دلوقتي برضو انزل كمل، اديني اللايك الجميل والكومنت الرايق ومكملين الفيديو مع بعض. جات العربيه الجميله بتاعتنا نركب. بص حد تركب التاكسي يا جماعه، الناس كلها هنا شغاله في السياحه، كله شغال في السياحه. بس تركب التاكسي يقول لك بص ايه اكسكيرشنز ان جورجيا ميرافيتي وبيترا مش عارف ايه. انا دلوقتي يا جماعه من التاكسي عند سوق هنا اسمه سوق السمك. هنا سوق السمك تلاقي الناس بتشتري السمك حي تمام اللي انت عايزه، تاخد السمك بتاعك وتطلع بيه على المطاعم اللي هي الناحيه التانيه هوريها لكم دلوقتي، ومن هناك بقى تطبخه وتظبطه وتجهزه وتاكله. بصوا في سياح كتير يعني زي ما انتم شايفين، هو مكان برضه السياح بيجوه كتير. خلينا نشوف هنشتري ايه دلوقتي. سوبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سوق يا جدعان واجواء السوق يا جدعان. نطلع على المطعم اوريكم بقى الناحيه الثانيه بتاعت المطاعم. دي بقى اشكال المطاعم هنا تمام على برضه البحر. بص القعده الجميله يا جماعه، روقان الروقان والله. بيسو 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 ماشي يا بيسو، ظبطنا ترابيزه كده. اه ديس ديس اوكي. ادين خمس ولا هات واحد حمص. سلام عليك يا بيسو يا بيسو. سلام على اللقطه الجميله يا جماعه. تم بفضل الله المعركه الجميله، سمكه السلمون كان شايفين كده ما شاء الله تبارك الله، وكان هنا في سمكه سباس ما بقاش منها تقريبا، دي هاكلها دلوقتي كمان. دلوقتي يا جماعه اكل سمك زي دي كلفتنا كام؟ كلفتنا 150 لاري، اسعار جميله جدا 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 بصراحه. قاعد في مكان زي ده على البحر وسمك فريش والاكل كتير ونوعنا وجبنا اكل ما شاء الله، تدفع 150 لاري، 150 لاري دول يعملوا حوالي 50 دولار، انت عارف دلوقتي اكل سمك زي دي بصراحه على البحر وفي مكان راقي ومكان جميل زي ده تعمل كام في مصر؟ ولكن اعتقد ان السعر ده سعر جميل، انتوا رايكم؟ اكتبوا تحت في التعليقات ويلا بينا نكمل بقيه اليوم بتاعنا.
بصوا يا جماعه حديقه تانية برده من الحدائق الكتير جدا اللي في المدينه، في قلب المدينه دي، في حته تانية خالص غير اللي احنا صورنا فيها من شويه. بصوا حديقه البحيره والقعده. انا عن نفسي عاشق للمدن اللي مليانه حدائق ومليانه خضره. يا على الجمال يا جماعه، تخيل مكان زي ده تحت بيتك، لا رحت بعيد ولا خدت عربيتك ومشيت ولا دخلت غابه ولا عملت حاجه، تحت بيتك. يا جماعه انا وقعت في حب الحديقه دي، حديقه في قلب المدينه، اجواء خرافيه، بحيره، شجر، قعدات، اجواء، لا خرافيه خرافيه خرافيه. زي اي حديقه ثانيه وريتها لكم قبل كده فيديوهاتي، بيبقى في مكان للاطفال بحيث ان هم يلعبوا، ده مجاني طبعا. تقريبا يا جماعه دي رحله ميدانيه او حاجه زي كده، اطفال حضانه زي ما انتم شايفين بيجوا هنا يلعبوا في الارض، يلعبوا في الطينه، حاجه جميله جدا عشان يبقى بيختلطوا بالواقع، فاهمين ازاي؟ بدل الالعاب والكرتون والكلام ده كله، يبقى هدروا نفسهم يستفوا نفسهم عادي، شيء جميل جدا بصراحه. خدنا التذكره بتاعتنا اهو، تذكره ب 25، عرض الساعه 4 ده ب 20، وفي عرض الساعه 7 ده ب 25، احنا خدنا عرض الساعه 7. اظن يا جماعه انتوا متخيلين كميه اللف علشان اطلع لكم كل حته كده بالشكل ده. دلع يا دلع اهو، السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ 100 100؟ الله على الارض يا جماعه، ايه ده؟ الدنيا زحمه خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ اخدنا على اخوانا. والله يا جماعه الشو كان رايق قوي قوي قوي، من الحاجات الممتعه جدا بجد اللي لازم تعملوها لو جيتوا باتومي، تعرفوا كيف جدا 20 او 25 لاربع. ومن هنا بقى خلينا ننهي الفيديو بتاعنا النهارده، لفينا كتير وتعبنا كتير، فبكره باذن الله نكمل استكشاف باتومي، اجمل مدن جورجيا، ونلف حوالين باتومي ونشوف كل حاجه ان شاء الله مع بعض. شيل اللايك الجميل، الكومنت الرايق، ودينا بقى واحد شير كده للفيديو ده عشان يوصل لملايين الناس، واشوفكم ان شاء الله في المغامره الجايه في الفلوج الجاي. سلام.